بالتالي عايزين نطمن بقى ايه جمهور النادي الاهلي على استعدادات الفريق لهذه المواجهه الحاسمه. فنبتدي كده على طول ايه باخبار النادي الاهلي بالتحديد النهارده بعد استئناف التدريبات. النهارده كان في يعني مستر فايلر عنده جلسه كده مع معاونيه عشان يحددوا البرنامج الخاص بالفتره اللي جايه بالتحديد في اطار الاستعداد لهذه المباراه الهامه امام النجم الساحلي. الترتيبات كلها تتعلق بخصوص الجوانب البدنيه، الجوانب الفنيه والخططيه اللي هيتم التركيز عليها خلال الفتره اللي جايه، خلال الايام الحاليه سواء النهارده وبكره وبعده ويوم السبت ان شاء الله تعالى قبل مباراة يوم الأحد، وده أمر بيبقى غاية في الأهمية، وإن شاء الله نتمنى لهم يا رب كل التوفيق في هذه المرحلة الحاسمة في مشوار النادي الأهلي الأفريقي. لكن في نفس الوقت لازم نأكد على أن هنا كلنا ثقة في مستر فايلر جهازه المعاون ولاعبي النادي الأهلي، وطبعا هم قادرين جدا أن هم يحققوا طموح النادي الأهلي وجمهوره. طبعا كمان خلينا اقول لحضراتكم في محاضره نظريه مستر فايلر اللاعب الاهلي قبل المران، الكلام ده كان قبل المران على طول اللي انطلق النهارده بالتحديد في تمام الساعه 12 ظهرا، وكانت محاضرة من قبل المستر فايلر بيتكلم فيها مع اللاعبين على أهمية المباراة طبعا اللي خلاص يعني كلنا عارفين مدى أهميتها وبتحديد لاعبي النادي الأهلي، وكمان تطرق لبعض الأمور الفنية اللي هيتم تطبيقها والتدريب عليها خلال الأيام القليلة المقبلة. بالتالي بعد فترة راحة 48 ساعة ففي برنامج بدني خاص للاعبي النادي الأهلي بعد انتهاء من هذه الراحة من خلال مستر توماس بينكل وخطة أحمال الفريق، واللي وضع برنامج بدني خاص للاعبين عشان يتم تأهيلهم واستعدادهم من الجانب البدني للتدريبات على مدار غدا وبعد غد وحتى موعد المباراة بإذن الله تعالى. وكمان بخصوص التخلص من الإجهاد بالنسبة للاعبين على مدار الفترة اللي فاتت، طبعا ال 48 ساعة دول ساهموا بشكل أو بآخر طبعا في تخلص جزء كبير جدا من اللاعبين من الإجهاد اللي بيعانوا منه بسبب ضغط المباريات. وطبعا جت مباراة ام بي دي اللي كانت هتبقى يوم 22 كانت المفروض تبقى النهاردة يعني وتم تأجيلها، ده كان أمر مميز جدا فساعد الجهاز الفني واللاعبين على التقاط الأنفاس وده كان أمر غاية في الأهمية. بالتالي النهاردة فقرات المران كانت عبارة عن مران بدني قوي للاعبي النادي الأهلي عشان يدخلوا سريعا بخصوص المباراة القادمة من الجانب البدني والجاهزية البدنية ومن خلال طبعا التدريبات المتبقية حتى موعد المباراة. مع نهاية المران كده كان في تقسيمة، وتقسيمة كانت مهمة جدا، ودايما مع نهاية كل مرة بيبقى في تقسيمة، لكن في الحقيقة يعني مستر فايلر من المدربين اللي بيركزوا في الفقرة دي بالتحديد، بيشوف مين يقدر يطبق الفكر الخاص بيه، مين يقدر يكون عنده المرونة اللي هو بيطلبها في بعض المراكز، حتى تصريحاته دايما كلها في هذا الاتجاه ان هو بيحب دايما اللاعب اللي يقدر يلعب في كذا مركز. فمن هنا جاي أهمية التقسيمة دايما في كل الأندية أو في معظم الأندية أو معظم المدربين، يعني بيبقى بالنسبه لهم فقره التقسيمه دي عشان يعني اللعيبه تبقى تاخد على الشكل المباريات على الامور الخاصه يعني بالمباريات وكده. لكن التركيز بيبقى اكبر في الحقيقه مستر ريني فايلر بخصوص هذه الفقره تحديدا، وكان في منافسه قويه النهارده في التقسيمه بشكل كبير جدا، والكل بيسعى للتواجد في التشكيل الاساسي للمباراه المقبله امام فريق النجم الساحلي باذن الله تعالى. ايضا كان في تدريبات بالكره لرباعي حراس المرمى في النادي الاهلي سواء شريف اكرامي، محمد الشناوي، مصطفى شوبير وعلي لطفي، كانوا موجودين النهارده في التدريبات وادوا تدريبات بشكل طبيعي. وبالمناسبه عايز اطمن للناس كلها على محمد الشناوي. محمد الشناوي كان عنده كدمه كده بسيطه يعني كان خلاص هو النهارده شارك في التدريبات بشكل طبيعي جدا تدريبات حراس المرمى، فهو اكيد لائق وجاهز جدا بشكل تام لمباراه النجم. اليو باتجي نجم النادي الاهلي الجديد والصفقه الجديده في صفوف الفريق النهارده لاول مره بيشترك في المران الجماعي مع النادي الاهلي بعد فتره او بعد 4 أو 5 أيام كان من خلالهم تدريبات تاهيليه عشان يكون لائق للمشاركه في التدريبات الجماعيه. كان اول يوم النهارده يشارك اليو باتجي واصبح جاهز بنسبه 100% لخوض مباراه النجم الساحلي طبقا للرؤيه الفنيه لمستر فايلر. هل هيشارك من البدايه؟ هل هيكون على دكه البدلاء؟ ده امر متروك للمدير الفني، لكن هو خلاص تم قيده كمان بشكل رسمي سواء محليا وافريقيا علشان يكون متاح للجهاز الفني في الاتحاد الافريقي ومباراه النجم الساحلي القادمه باذن الله. ده فيما يتعلق باليو باتجي، وده طبعا بعد ما حضراتكم عرفتوا خلاص ويعني رحيل وليد ازارو، وهنتكلم عن الجزئيه دي تحديدا. خليني كمان اتكلم على بعض الامور اللي حدثت خلال مران اليوم، يعني مثلا احمد الشيخ جاله كدمه كده في التقسيمه في وجه القدم، خرج اتعالج وبعد كده رجع شارك في التدريبات واستكمل التقسيمه بشكل طبيعي جدا، والامر كان بسيط بالنسبه لاحمد الشيخ. واحنا بنتمنى بكل تاكيد جاهزيه اكبر كم ممكن من اللاعبين خلال الفتره دي تحديدا عشان هي فتره حاسمه طبعا في مشوار النادي الاهلي الافريقي. رمضان صبحي
بيؤدي جلسه في الجيم، واحنا عارفين رمضان يعني خلينا نقول لحضراتكم انه بنسبه 100% حصل التئام للعضله الخلفيه، المزق اللي كان عند رمضان صبحي خلاص التئم بنسبه 100% يعني. لكن يعني ادخاله في التدريبات بشكل تدريجي ده امر هيكون غايه في الاهميه، وده اللي بيحصل حاليا عشان التجنب عوده الاصابه مره اخرى، وعشان يكون لائق بنسبه 100% للمباريات. هو خلاص كده بعيد عن مباراه النجم الساحلي بشكل رسمي، ده امر مفروغ منه. فيما بعد مباراه النجم الساحلي هيبان الامر بشكل كبير، لكن تبقى كبيره لرمضان في اللحاق بمباراه الهلال السوداني اللي هتكون يوم 1 فبراير باذن الله تعالى مع بدايه الشهر المقبل. ده فيما يتعلق برمضان صبحي. النهارده كمان سعد سمير كان موجود في النادي الاهلي في التتش، وعنده جلسه علاج طبيعي كده قدر ان هو ينفذها، وطبعا ده ضمن البرنامج العلاجي الخاص به بعد اصابته بقطع في وتر اكيلس، وبيواصل جلساته العلاجيه والتاهيليه بالنسبه لسعد السمير. طيب النجم الساحلي اشقائنا في تونس هيوصلوا باذن الله تعالى يوم الجمعه اللي جايه استعدادا لهذه المباراه. النادي الاهلي طبعا بيجهز مندوب من عنده عشان يستقبل بعثه النجم الساحلي. وبالمناسبه خلينا نقول لحضراتكم ان دايما العلاقات ما بين الاهلي والنجم الساحلي ومختلف الانديه التونسيه بتبقى على اعلى مستوى، بتبقى علاقات مميزه جدا، وده بيبان لما النجم الساحلي بيستقبل الاهلي في تونس، او الاهلي بيستقبل النجم الساحلي او اي نادي اخر من الدوله الشقيقه جدا تونس في مصر. فده امر جيد في الحقيقه. فهم هيوصلوا ان شاء الله يوم الجمعه عشان يستعدوا من خلال، هيبقى عندهم تدريب يوم الجمعه وتدريب يوم السبت، ويلعبوا المباراه معانا ان شاء الله يوم الاحد، ويخسروا ويروحوا باذن الله تعالى يوم الاثنين سالمين لتونس. خلينا نقول كمان ان الاهلي بس مش بيفكر في المباراه اللي جايه من الجانب الاداري، او المباراه اللي جايه طبعا كل التفكير من الجانب الفني يعني منصب ليها، هي بيتم التنسيق لمباراه الهلال والسفر وميعاد السفر وكل هذه الامور من خلال التواصل مع السفير المصري حسام عيسى سفير مصر لدى السودان واتحاد الكره السوداني، عشان بخصوص طبعا استقبال بعثه النادي الاهلي وموعد الوصول بالتحديد وملاعب التدريبات والتنقلات ومقر الاقامه. الاهلي دايما بيجهز نفسه بشكل مبكر بخصوص كل هذه الجزئيات اللي قد يراها البعض جزئيات يعني مش وقتها وكلام من ده، لا لازم 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 ان انت تبقى جاهز من جميع الجوانب قبل اي مباراه، وخصوصا المباريات اللي بتبقى خارج ارضك.